بصوا بقى، مين فيكم راح جنينة الحيوانات، حديقة الحيوانات بالجيزة؟ مش عارف، بس أنا أفتكر إن دي كانت رحلة شهيرة معتادة لأي تلميذ في المدرسة في مصر، وبالمناسبة ده قبل ما تظهر موضة بابي ومامي. هبقى أكلمكم على قصة موضة بابي ومامي اللي أنا مش قادر أفهمها، يعني إيه بابي ومامي ودادي عشان إيه، أنا مش عارف، بس تمام أوكي. المهم حديقة الحيوان بالجيزة دي بالمناسبة واحدة أو كانت واحدة من أكبر وأهم حدائق الحيوان اللي موجودة في العالم، ده في وقت إنشائها من حوالي 130 سنة. تعرفين طبعا أن هذه الحديقة هي تابعة يعني إداريا لو صح الكلام إلى وزارة الزراعة. وزارة الزراعة بتحتفل النهاردة باليوم العالمي للحياة البرية، وفي نفس الوقت بتحتفل بمرور 130 سنة على افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة للجمهور. الحديقة دي فيها مجموعة كبيرة جدا بالمناسبة من النباتات شديدة الندرة. احنا معانا على التليفون دكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك، مساء الخير على حضرتك وعلى السادة. مساء الفل عليك يا دكتور، ازاي الصحة، كله تمام؟ تمام يا فندم، الحمد لله. نحن يعني احنا نهنيكم بمناسبة مرور 130 سنة على الجنينة زي ما بيتقال. احنا كنا نسميها جنينة الحيوانات، مش حديقة الحيوانات يعني باللغة العربية. لكن أنا عندي سؤال، إيه هي أولا مظاهر الاحتفال بال 130 سنة يا فندم؟ والله معاك، يعني هو يعني مرور 130 سنة على الحديقة، طبعا دي من أعرق حدائق الحيوان في العالم. أيوه. تعتبر الثانية بعد من حيث الإنشاء بعد حديقة لندن. أيوه. ويعني هي محل اهتمام، يعني ما زالت حتى هذا التاريخ هي محل اهتمام المنظمات العالمية والدولية نظرا لعراقتها والتراث ومجموعة الآثار اللي فيها. فالحديقة يعني شئنا ما بينا هي محل اهتمام العالم كله، سواء حتى في الزهرة أو سواء في لحظات حتى أو أوقات يعني وجود مشاكل فيها، لكن هي الحديقة طبعا عريقة جدا وما زالت حتى الآن محل اهتمام الجميع. طب طبعا يعني احنا بيتوافق ال 130 سنة مع الاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية. أيوه. وطبعا يعني الحديقة يعني اليوم العالمي للحياة البرية بتحدده الأمم المتحدة، وعاملين عنوان الاحتفال السنة دي عاملينه عن الغابات والأشجار والمساحات الخضراء. فطبعا كان خير مكان نحتفل به هو حديقة الحيوان، وكان بالتحديد في جزيرة الشاي العريقة أيضا في حديقة الحيوان، نظرا لأن يعني الحديقة بتتميز بغطاء شجري مميز جدا وأثري وأشجار عملاقة ونادرة، يعني يمكن بتوصل لدرجة أن في شجرة واحدة في مصر كلها موجودة في حديقة الحيوان. فطبعا الغطاء الشجري المميز ده خلانا ان احنا نحتفل باليوم العام للحياه البريه طبقا للعنوان اللي هم محددينه او طبقا للموضوع اللي هم محددينه. طب هل حديقه الحيوان بالجيزه بقى دكتور، بما ان احنا بنحتفل بمرور 130 سنه، تعتقد انها دلوقتي في مراحل الازدهار ام انها ليست في هذا النطاق؟ طبعا هي الحديقه مرت بفترات صعبه جدا، وخصوصا في فترات اللي هي الاضطرابات الامنيه اللي كانت حصلت في النهضه وغيره. لكن انا اقدر اقول لحضرتك ان فعلا حديقه الحيوان الجيزه حصل لها تعافي، وبدات يعني الحمد لله ان هي تعود الى مجدها مره اخرى. والحمد لله طبعا يعني الفترات السابقه الاطباء والعمال بتوعنا جهدهم وافر جدا جدا، وقدروا ان هم يعبروا بالحديقه الى بر الامان، والحمد لله ما حصلش مشاكل يعني تاثر على الحيوانات او، لكن الحديقه الحمد لله بدات تتعافى من حيث يعني محورين مهمين جدا، يمكن محور الحيوانات الحياه البريه داخل الحديقه وصحه الحيوانات وتذبيح حيوانات جديده. احنا عملنا يعني الفتره اللي فاتت دي جهد كبير جدا في تذبيح حيوانات جديده، ويمكن الجديد ان هو يعني دون تكلفه للدوله او اي اعباء ماليه، ما فيش اي اعباء ماليه على الدوله، لان احنا عملنا خطه اكسار حقيقيه للحيوانات، وبدا يبقى فيه انتاج كويس جدا بيعتمد على التغذيه الجيده والوقايه والرعايه البيطريه على اعلى مستوى، والاسراء البيئي ان الحيوان يبقى عايش في بيئه مماثله تقريبا لطبيعته. الحقيقه دي اسفرت عن زياده في الاعداد، وقدرنا الزياده دي ان احنا نبدل بحيوانات مش موجوده عندنا، وجبنا حيوانات قيمه جدا اخرها الزراف طبعا اللي احنا جبناه، وجبنا برضو الدب الروسي، جبنا المها العربي، جبنا الكنجارو الاحمر، يعني النمور البنغالية. يعني تخيل حضرتك الحديقة ما كانش فيها نمور فترة من فترات،
فالحقيقة الحديقة دلوقتي في مجموعة من الحيوانات جميلة جدا، والناس مبسوطة طيب بالوصلنا له الحمد لله. يعني أنا 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 أعلم جيدا أن دكتور محمد رجائي رجل صريح وواضح. هل تعتقد أن الحديقة في وضعها الحالي تتفق مع المعايير الدولية لحدائق الحيوان في العالم، أم أنها تحتاج للمزيد من التطوير؟ أنا عارف أنه دخل الحديقة تقريبا 1,200,000 في الشهر، يعني ممكن يبقى في السنة كلها احنا بنتكلم في حوالي 14 مليون جنيه، وده مش كافي. ده حقيقة، أنا مع حضرتك تماما أن يعني الحديقة رغم أننا نقول أنها بدأت تتعافى طبعا وبدأت تظهر بمظهر جيد جدا ويليق بتاريخها، ولكن في مشاكل محدده لابد انها تتحل. يعني انها حلو. ايه هي يعني بعض اسلوب العرض لبعض الحيوانات، يعني وخاصه مثلا بيت السباع، لازم السباع دي تكون في اماكن، يعني المعايير الجديده انها تكون اماكن مفتوحه ما تبقاش في الاسر. ايوه. ففي يعني في امكانيه ان احنا نطور البيوت، يعني في اراضي فاضيه جدا ورا بيت السباع ممكن تبقى الناس هي اللي، يعني في مخطط معمول للتطوير تبقى الناس هي بتشوف من جوه تيوب السباع وهي في الخارج. أيوة. ويعني بيت الفيله برضو محتاج لتطوير الحقيقه، اسلوب عرض الفيله، لان يعني الفيله دي بتحتاج لمساحات كبيره طبعا، يعني لانها طبيعتها المشي، فلازم العالم كله مهتم بموضوع الانيمال ولفير او رفاهيه الحيوان، لان صح. الحيوان لابد يمارس سلوكه الطبيعي داخل الأسر، يعني رغم ان هو مش في الغابة وهو في حديقة حيوان لابد ان هو يمارس كل سلوكاته الطبيعية. فطبعا في بعض المشاكل اللي هي المفروض تتحل، ودي ما عايزة برضو ميزانية لوحدها، لان تطوير بيت الفيلة، تطوير بيت السباع، يعني بيت الزواحف الحقيقة محتاج الى برضو تطوير شديد جدا. فيعني دي حاجات يعني محددة، لكن الحديقة في وجه عام طبعا بتتبع المعايير الدولية، وما زالت عضو في الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان، وهو ده من يعتبر من أقوى الاتحادات على مستوى العالم لغنى أفريقيا بالحياة البرية. مظبوط. طيب الحديقة دي علشان تبقى حديقة تتحط جوه نطاق الحدائق المتطورة وتبقى للمعايير الدولية، هي محتاجة قد إيه مبلغ يا فندم؟ والله شوف حضرتك، هو طبعا يعني هي محتاجة بنية تحتية، لأن طبعا من 130 سنة ما فيش تغيير للمواسير الصرف والري. في أي وقت بيحصل يعني انفجار في أي ماسورة أو مش، يعني طبعا 130 سنة المواسير يعني الحاجات دي، فبنية تحتية محتاجة، يعني تحت الأرض مصاريف، وعلى الارض مطلوب لاندسكيب جديد، لان برضو ساعه انشائها ما كانش فيه الاسفلت اللي موجود حاليا. يعني الخديوي الاسماعيلي ما عملش الاسفلت دوت، لا كان مشايات زلط وحاجات كانت مختلفه تماما. ايوه. ففي لاندسكيب مفروض، يعني مصاريف تحت الارض وعلى الارض وفوق الارض، مطلوب طبعا تطوير اسلوب العرض الحيوانات، اسلوب العرض مع الاحتفاظ بالشكل التاريخي والاثر التحت. طيب، فاقدر اقول لحضرتك احنا عملنا دراسه برضو مع احد يعني الجهات السياديه، وكان مطلوب لها حوالي مثلا 350 مليون جنيه تقريبا. كويس. لان في مصاريف كتير تحت الارض، بنيه تحتيه عشان ما منعدش تكسير الارض ثاني. اكيد اكيد. طب حضرتك ذكرت لي دلوقتي بس حاجه قلقتني، هي المشايات بتاعت الزلط الملون بتاعت زمان دي اتحولت لاسفلت؟ مش كلها حضرتك، في اماكن كتير يعني الاسفلت، وكان في مدقات، يعني ما كانش كلها زلط، لكن في مدقات كده ترابيه، وكانش يعني ما كانش في الاسفلت. الاسفلت ده بيرفع درجه حراره الجنينه ويعني لا يتوافق مع الشروط البيئيه للجنينه، فطبعا لابد ان طبعا يتعمل معايير جديده خالص عشان الحديقه ترجع لورقها وتاريخها مره ثانيه. احنا عندنا صور قديمه كتير للحديقه، يعني نقدر ان احنا نرجعها بالظبط زي ما كانت، صح؟ بالظبط. سواء اذا كان ترميم المباني اللي جوه، اعاده جزيره الشاي لشكلها الاصلي، المشايات اللي معموله من الزلط الملون، والرسومات اللي كانت معموله دي كانت حاجه فاخره. صحيح. طيب طبعا في دراسه كامله معموله، وانا يعني بطمن حضرتك برضو انه يعني في دراسه معموله لتطوير 14 حديقه تراثيه من ضمنها حديقه الحيوان وحديقه الاسماك. والله يا مسهل. طب اخيرا وليس اخرا، طمني على نباتات الحديقه يا فندم. طبعا الحمد لله ان الغطاء الشجري يعني
يعني ده لم يمتد اليه اي اهمال لا قدر الله او حاجه، حتى الان يعني هو محتفظه برونقها جدا في ال... وبعدين احنا الفتره اللي فاتت برضو احنا جبنا حوالي 3200 شتله جديده، وبنزود بنحاول ان في اي شجر يعني يتساقط او حاجه معقده من زمن بنعوض مكانه. وفي لجنه من مركز البحوث الزراعيه، دول اهل العلم في طبعا هذا الموضوع، دول لجنه بتمر معانا كل 3 اشهر وبننفذ توصياتها بالظبط. يعني الشجر اللي محتاج تهذيب او تقليم عشان نحافظ عليه، اللي محتاج علاجات معينه، اشجار في محتاجه لا قدر الله ازاله عشان فيها خطوره على الجمهور، يعني في لجنه علميه بتمر كل 3 اشهر وبننفذ تعليماتها بالظبط. ففي حفاظ طبعا على الخطاء الشجري، لان ده يعني قيمه كبيره جدا، يعني هي حديقه نباتيه قبل ما تكون حديقه حيوان. لانها كانت حديقه مضمون قبل ما تبقى حديقه كم، يعني فيها نباتات حقيقة. شديده الندره موجوده جوه الحديقه. طب امتى يا فندم هذا المشروع اللي هو تكلفته حوالي زي ما حضرتك ذكرت 350 مليون امتى يدخل في نطاق التنفيذ؟ والله احنا بدأ فعلا التنفيذ، يعني في اعمال رفع مساحي واعمال هندسيه بدأت فعلا بالفعل، ويمكن كانت بدأت قبل جائحه كورونا، والحقيقه يمكن الجائحه هي اللي عطلت العمل شويه. أيوه. لكن بدأنا فعلا بعدها، وفي اعمال رفع مساحي بتتم دلوقتي وبدأنا التنفيذ يعني ان شاء الله. طب بما ان حضرتك المسؤول وصيتك الحديقه يا فندم، عايزين نشوفها زي ما اتبنت من 130 سنه. والله دي امنيتي انا كمان ان شاء الله باذن الله انها تعود، وانا بوعد يعني ناس طول ما احنا موجودين هنبذل جهد كبير جدا في الحفاظ، لان ده جزء من التاريخ، يعني ده مش مجرد حديقه عاديه، ده تاريخ كبير جدا لمصر، ومصر سباقه ورائده في الرفق بالحيوان وحدائق الحيوان، ده يعني قبل العالم ما كله يعرف هذا الكلام. وتوصى بالفيل عشان ده حيواني المفضل، ارجوك ان شاء الله يا فندم. اشكرك يا فندم، اشكرك كل الشكر لدكتور محمد رجائي رئيس الاداره المركزيه لحدائق الحيوان.